مصري وصل إيطاليا حديثا، لسه واصل. تعرف في غزو مصري لإيطاليا كبير جدا، بيحكي لنا على الوضع في إيطاليا وبيتكلم على اللي شافه في مصر. مواطن مصري وصل إلى إيطاليا حديثا. حضرتك يا أستاذ معتز، معك مواطن مصري مقيم في إيطاليا بقالي 3 شهور. أستاذ معتز، يعني أنا عايز أفهم حاجة واحدة بس، اللي ليه إحنا عملنا ثورة أيام مبارك؟ ليه السبب اللي خلانا نعمل ثورة أيام مبارك؟ علشان خاطر كيلو الرز كان بجنيه و40 ساق، ولا إزازة الزيت كانت ب2 جنيه و30 ساق، ولا الأنبوبة كانت ب3 جنيه و40 ساق؟ طيب عملنا الثورة ونجحت الثورة. الأول أنا عايز أقول حاجة، أنا من الناس اللي ظلمت الدكتور محمد مرسي الله يرحمه ويسامحه. أنا وقفت جنب السيسي، أي نعم لا رحت وقفت في ميدان التحرير ولا الكلام ده كله، لا، بس كنت بشاهد في التلفزيون وكنت فرحان لما السيسي كان بيطلع يخطب ويقول انتوا مصر نور عينينا والكلام الفاضي ده. الاول الف رحمه ونور تنزل عليه، لان احنا ظلمناه. اللي بيحصل فينا ده بذنب الراجل ده. دلوقتي يا استاذ معتز، انا عايز اعرف حاجه واحده، البني ادم اللي اسمه محمود بدر ده بتاع حمل التمرد ده، مسك المنصب بتاعه وقعد فيه، ما نزلش ليه زي ما نزل ايام محمد مرسي يسأل الناس انتوا عاوزين الراجل ده ولا مش عاوزينه، عاوزين السيسي ولا مش عاوزينه؟ يا حبيبي اكتر من 30 مليون دلوقتي يا استاذ معتز، اكتر من 118 مليون مواطن مصري النهارده طلع منهم من كل بلد 2 بيحبوا الراجل ده، ما بقيت الناس بتكرهه. انا كنت بحبه من كل قلبي، دلوقتي بقيت بكرهه. يا ريت يا استاذ معتز تشوفوا لنا صرفه في الحوار ده، تشوفوا لنا صرفه في المشوار ده. محمود بدري البلد ده عاوزين نعرف ايه السبب اللي خلاه يعمل كده. دلوقتي قاعد في مجلس الشعب، يا نائب مجلس الشعب، وهو الدوله. قسما بالله انا راجل في اوروبا، ما اشوفه هنا في اوروبا مش هيمر عليه مرور الكرام، لان ده اذاني. هل انا رحت مضيت جبت البطاقه بتاعتي من البيت ومضيت ان انا مش عايز محمد مرسي؟ كان ما تجيبها دلوقتي عشان امضي ان انا مش عايز السيسي، هاتها. ولا انت عشانك استفدت وطلعت في مجلس الشعب ومش عارف ايه وشغال دلوقتي وعايش حياتك، ايه اللي طلعك يا محمد مرسي؟ ضحكتوا على الناس وغيبتوها. محمد مرسي هيبيع الدوله، محمد مرسي هيبيع الدوله. محمد مرسي الله يرحمه اتظلم، الراجل ده زمانه قاعد في الجنه. طبعا قصه تمرد ومحمود بدر والامارات قصة اتحكت على ربابة وأثبتت بكل الوقائع والتحويلات والقصة دي، يعني قتلت بحثا. ده كل ده كانت صناعة إماراتية. الله غالب. شوف بس الوضع بقى اللي عايش فيه في إيطاليا، إيه الوضع في إيطاليا دلوقتي؟ ايه النهارده لما يبقى الراجل الحمد لله، انا بحمد ربنا ان ربنا نجاني وطلعت من مصر جيت البلد اللي انا فيها دي، انا قاعد في مكان اهو تبع الحكومه، باكل وبشرب وبلبس تبع الحكومه، الحكومه اللي بتوكلني وبتشربني. احنا عندنا اللي بيخش السجن عاوز له 1,000,000 جنيه ياكل ويشرب بيهم في قلب السجن، ماشي. احنا دلوقتي يا استاذ محتاج سؤال بسيط كده، الراجل ده عايزين نعمل استفتاء ان الراجل ده محدش عايزه، زي ما عملوا حمله تمرد يعملوا نفس الحملة على الراجل ده. الراجل ده احنا مش عايزينه. انا امي كانت بتدعي علي لما كنت بقول الراجل ده مش كويس، دلوقتي امي بتدعي عليه الاخرى، والدتي بتدعي عليه، لانها شافت منه كل حاجة زبالة. اللي باني بيت بيروح يدفع ثمنه، الانبوبة النهاردة ب110، الكيلو اللحمة ب200 وشوية، الكيلو الفراخ ب60 جنيه، جزازة الزيت ب65، ده مين اللي هيجيب 400 جنيه في اليوم ياكل ويشرب بيهم كل يوم يا استاذ محتاز؟ مين؟ انا هربت وسبت البلد عشان كده. انا راجل عندي 41 سنة، مش عندي 20 سنة ولا 30 سنة، عندي 41 سنة، ماشي. جيت هنا والله عايش بكرامة، والله العظيم الناس دي الشعب الايطالي يستحق كل الاحترام وكل تقدير، ماشي، ويستحق التضحية. يا ريت يا استاذ معتز تشوف لنا حد يعمل حملة، يتبرع كده ويعمل حملة زي حملة تمرد، ويخير الناس عايزين الراجل ده ولا مش عاوزينه، زي حملة تمرد بالظبط، وهو اللي عاملها، يبقى ما يجيش يزعل لو حد يعملها، لان الراجل ده قضى علينا. انا كراجل مواطن مصري، اخويا لما ينزل يتجوز بعد 10 سنين تعب وغلب في بلاد الناس ويروح يدفع له 30,000 جنيه، ولا يروح يدفع له مش عارف ايه الكلام اللي بيقول عليه ده، ايه يا عم الحاج العيشه اللي احنا عايشينها ده؟ يا استاذ معتز شوف لنا صرفك، شوف لنا صرفك اللي احنا عايشين فيه ده.
قلت لحضرتك دلوقتي بقت العقوبة داخل البلاد، بقولها بكل الصدق، اللي بيكتب له ربنا انه يخرج من مصر وكأنه ولد من جديد والله العظيم. وعلى فكرة اللي بيفضل، اللي عنده فرصة شبه فرصة انه يخرج من ارض الظلم ويرفع راسه ويحاول يعيش حياة البني ادمين ويسيبها، ربنا هيحاسبه على ده. ارضك وبلدك اللي تشعر فيها بالكرامة، مفيش حد بيشعر في مصر بالكرامة، هذه هي الحقيقة المؤلمة. مفيش حد بيشعر في مصر بالكرامة، مفيش حد بيشعر في مصر بالكرامة للأسف. حتى القضاة اللي هم العتاولة اللي بيعملوا أكبر إجرام، حتى الجنرالات الكبار، كل دول بيعيشوا في رعب وبيتلفت وراه وعارف إن كل شيء ممكن يتقلب في ثانية. قد يبدو ظاهريا إنه محمي، لكنه هو عارف في قرارة نفسه إن هو مفيش حد حاجة بتحمي حد في مصر خالص، مفيش بشر ممكن يحميك ولا أي حاجة، كل واحد ممكن يبقى عريان في لحظة. عشان كده الكرامة سحبت من تلك البلاد. مفيش شعب ممكن يعمل حاجة من غير كرامة. مفيش شعب ممكن يعمل حاجة من غير كرامة. الراجل اللي بيقارن بيدعي ده ليه؟ بيدعي الإيطاليان ليه؟ تعامل الآدمي في 3 شهور. بيحكي لك على الفرق بين اللي شافه في مصر واللي شافه في إيطاليا. راجل بيحكي قصة الناس بتجري أول ما تشوف عربية البوكس. طيب ده الفرق بين البلاد ومش بلاد، لما تشوف عربية البوكس ترحب بيها وتشعر بالاطمئنان، اعرف إن مصر أصبحت بلد. غير كده مش بلد. نزع كل شيء من البني آدم، كرامته وحقه في الحرية وحقه في التعليم وحقه في الصحة، مقابل ان هو يشعر ياخد اللقمة، واللقمة اتاخدت. راجل بيحكي لنا على الصدمة الحضارية اللي شافها بين مصر وإيطاليا بعد 3 شهور. ان كانت عربية البوكس بتاعت الحكومة دي بتيجي كل 2 3 ساعات، قسما بالله يا استاذ معتز، مكان بيبقى فيه راجل قاعد على الكرسي، قسما بالله المنظر اللي كنا بنشوفه ما في بني ادمين في العالم كله يشوفه الا احنا. ان عربية شرطة تعدي، كانت البلد كلها بتجري، كان يقف يشوف ده مين اللي هيقعد ومين اللي هيجري عشان يرعب الناس ويخوفهم. كان بيجوا الساعة 8 بالليل يقول لك اقفل القهوة، يجي الساعة 7 بالليل يقول لك اقفل القهوة، ساعة ما يكون في ماتش يقول لك اقفل القهوة. قسما بالله يا استاذ معتز، احنا شفنا غلب وذل عمرنا في حياتنا ما شفناها. والله العظيم انا شفت ايام من 6 شهور، شفت ايام عمري في حياتي ما شفتها في افلام رعب. لما يبقى الراجل قاعد على القهوه يبص يلاقي عربيه البوكس جايه، ما يسترش يقعد ويطلع يجري. ومعلش حاجه، معلناش حاجه، بس هيهينك، هيضربك بالقلق، هيبهدلك، هياخدك عشان تشتغل مخبر. هم كانوا بيلموا ناس من على القهاوي عشان يشتغلوا جواسيس. قسما بالله حصل قدامنا ان هم خدوا ناس من البلد وراحوا خدوه عشان يشتغلوا معاهم جواسيس ويبلغوا عن فلان وعلان ومش عارف ايه الكلام ده. وطبعا الناس غصب عنها هتوافق. هل دي حياة حد يبكي عليها؟ اللي يرتضي هذه الحياة يبقى بيتنازل عن إنسانيته وحريته وكرامته. اللي مضطر ده، حتى ربك قال اللي مضطر في أكل الميتة أو حاجة غلط، اللي مضطر ربنا اللي مطلع، اللي مضطر التركيب. إنما اللي عنده شبه فرصة انه يخرج من تلك البلد، اوعى يتردد. مفيش حضيض زي مصر، مفيش حضيض زي مصر، والله العظيم ما في حضيض زي مصر، مفيش مهانه زي مصر، مفيش قله كرامه وقله قيمه زي مصر. شوف الاحتقار، احساسك ايه وتبقى بنتك واقفه في البلكونه وانت قاعد على القهوه وتشوف ابوها اول ما جه البوكس جري واستخبى وقام داخل يستخبى في البتاع، ايه احساسك كده؟ احساسك انك راجل؟ ايه البلد دي؟
ثلاث شهور بس غيرت نظرته لكل حاجة. ثلاث شهور في إيطاليا، إيطاليا يعني اللي هي إيه أقرب حاجة لمصر، الصوت العالي زي مصر، الناس وإحنا قريبين قوي من إيطاليا واليونان. المساعدات في إيطاليا أبدا لا تقارن بباقي أوروبا، الوضع الاقتصادي في إيطاليا أبدا لا يقارن بباقي أوروبا. هو بيكلمك عن إيطاليا بعد ثلاث شهور. يعني إيه يا أستاذ معتز؟ أستاذ معتز دولة، لما يطلع حد يتكلم ويعبر عن رأيه تطلع أمن الدولة يطلع يجري يمسكه، يمسك اللي بيتكلم ويقول له تعالى أنت إخواني ولا إرهابي؟ برضو إحنا اللي أعطينا الفرصة للسيسي يعمل كده. أنا رحت على الاستفتاء بتاعه وقلت له، وإحنا قلنا إن إحنا عايزين نقضوا على الإرهاب، بس مفيش حاجة في مصر اسمها إرهاب، هما اللي بيعملوا الإرهاب. الإرهاب بيطلع على فترات كده بمزاجهم، لما يكون لهم مزاج في حاجة بيعملوها. ماشي، احنا يا استاذ محتز كل اللي احنا طالبينه حاجه واحده بس، الناس تنزل زي حمله التمرد، ان احنا مش عايزين الراجل ده، والناس تمضي زي ما كانوا بيمضوا في حمله التمرد كده. انا خدت بطاقتي من بيتي ورحت قلت انا مش عايز مرسي، يبقى حد يجي يعمل كده ومش عايز السيسي. انا كمواطن مصري مش عايز السيسي. انا راجل طلعت ابني من الحضانه عشان خاطر ما لقيتش 120 جنيه دوم للمدرسه بتاعت المدرسه للحضانه اللي هو فيها. لما طلع ابني من الحضانه عشان 120 جنيه، امال الدوله فيها؟ ده انا هنا بروح المدرسه على حساب الدوله. انا كمواطن ماليش لازمه هنا، ماليش قيمه هنا، لا ايطالي ولا بتاع، بروح المدرسه على حساب الدوله، بيصرفوا بيدوني هدوم لبس، عاطيني 12 تيشيرت مره واحده عمري ما لبستهم في مصر في سن ال 40 سنه، وعاطينا خمس بناطيل، وعاوزين وعاطينا بيدونا 75 يورو في اليوم في الشهر. ده احنا عندنا الحكومه عمرها ما عطتنا 10 جنيه. وفي حاجه يا استاذ محتز، مع احترامي ليك يعني ولادك، قناة السويس ديت حقنا احنا كمواطن، محدش بيسأل في المشروع ده ليه؟ حقنا كمواطنين مصريين من قناة السويس دي فين؟ حق المصريين من قناة السويس دي يا أستاذ محتز فين؟ فين يا أستاذ محتز حقنا في قناة السويس اللي بتدخل البلد مليارات؟ إن قناة السويس دي المركب عرضت فيها الدنيا بحالها اتقلبت، العالم كله وقف، حقنا احنا فين في الكلام ده؟ في حاجات غريبة بتحصل في الدولة يا أستاذ محتز، وعاوزينك أنت اللي تكشفها لنا. انت اللي تعرفنا مصير الحاجه دي يعني. والف شكر لحضرتك يا استاذ معتز، والف الف شكر على اللي انت بتسمع للناس وبتقف جنبهم وبتساعدهم. وانا كنت معاك في حمله تطمن انت مش لوحدك، وكنت بايدك في بلد كنت الناس تخاف تقعد معايا عشان بايدك. ماشي، يا ريت يا استاذ معتز تشوف لنا الحلول اللي احنا بنتكلم فيها دي، شوف لنا حد يتكلم على حمله، بس مش هنسموها حمله تمرد عشان خاطر محمود بدري ما يسهرش فيها تاني.